الخير عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. الان جبرتوني متوجهة باش نتسلم لو تريبي ديالي اللي خديته من جومية. الى بغيتوا تعرفوا التفاصيل تابعوا الفيديو حتى النهاية. هاي شباب، كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا من اول وجديد في قناتي هند حفوم. الى اول مرة كتشوفني دخل للقناة، اضغط على سبسكرايب على الجرس باش يوصلك كل جديدي. اليوم غادي نشارك معكم لو تريبي اللي توصلت به من عند جومية. كنشكرها بزاف 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 بزاف، لان هاد لو تريبي غادي يعاونني بزاف تصوير، وغادي يخليني نصور بواحد الاريحيه، لان بصراحه كنت كنتعذب في التصوير. ما كانش عندي فين غادي نحط التليفون، ساعه كنضطر انني نكاليه مثلا بحال هادي، كندير التليفون هكذا باش كنصور. دابا الحمد لله غادي نصور بواحد الاريحيه، واكيد غادي تكون جوده التصوير افضل وافضل، باش ما يبقاش لان ساعه يدي كيبدا يتزعزع والتصويره كتبقى هكذا بنين، وهادشي هذا كيقلق المشاهد. فبلا ما نطول عليكم غادي نفتح هاد العلبه امامكم، وللاشاره هاد التريبي هذا طلبته هاد الخميس هذا، وقالوا لي غادي تقدر توصل به اما يوم الاثنين بمعنى لوندي بروش او لو ماردي. هذا الصباح هذا كيتصلوا بيا وكيقولوا لي بلي اجي من موراه. الله يسمح لي مسكين ديك الشيف ويرحم مقتو، لان عملت لادريس ديال العياده ديالي، وبحكم انني ما كنخدمش الست فاضطر انه مسكين يضمن تيطوال باش يجيب لي لا كوموند ديالي حتى مرتي. وعيت من نعتلو عندي، زعما بصراحه عندي مشكل كبير كبير في التنعت، زعما باش نعت لك زعما منين نجي ومنين نجي صفر. خصني ناخذ كورسز بهادشي هذا نتقنع حتى من الناس مزيان. هذه هي لا فاكتور اللي كتجي لي ملصقة في الكرتونة. شكرا بزاف هنيا، استناوني غادي نمشي نجيب الموس ونرجع. So excited. إذا هذا الشكل النهائي ديالو بعد ما قديتو، فوالا. شكرا بزاف 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 جومية، فيف جومية. وبالتالي غادي نكونو وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا. إذا عجبكم بارطاجيوه مع خوتكم وحبابكم وكاع الناس اللي كتبغيو. خليت لكم الراحة، تبقاو على خير.